السيادة بالنسبة لليوم النهاردة هو من أنشطة النوبة، الندوات الثقافية اللي بتحصل، الندوات الفنية، الحفاظ على التراث، الثقافات اللي بتحصل في الندوات دي احنا نزداد معرفة بيها. بنرحب بيكم في جمعية أبو سمبل، لجنة شباب الأنشطة مع نفروزا تيم في ندوة وحي من الجنوب، ويقدم الترحيب للأستاذة برام والأستاذة شيرين والأستاذ شيرين مع الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. زي ما وعدناكم لازم نبدأ بمفاجآت مبدئية. أنا اسمي شيرين أحمد. وأنا سلام سليمان. وأنا مصطفى. السلام عليكم، انا مصطفى عز الدين. التيم بتاعنا اجتمع من حوالي 10 سنين ودي اول مفاجاه. ايوه 10 سنين، كل واحد مننا راح في مكان، راح في حته مختلفه. وليد مصطفى كان انشغل بحياته وشغله والرياضه، متالق ومميز في مجاله. حتى شيرين كمان انشغل بالادب والشعر وبعد عننا فتره طويله. وسهام اشتغلت على نفسها في لجنتها النسائيه وبقت مميزه. وليد تالق في العمل الاجتماعي والرياضي والخدمي في نادي ابو سمبل الرياضي. 10 سنين وقررنا نرجع بفكر جديد، وكل واحد محترف في مجاله. قررنا نخدم مجتمعنا بشكل مختلف في مجال كل واحد فينا. 10 سنين انا شايفهم والناس دي تتجمع مره ثانيه، انا في حد ذاتي شايفه انجاز كبير جدا. يمكن بحترم جدا العقليات المؤمنه بديناميكيه الحياه، عشان الحياه فعلا الثابت فيها الثابت الوحيد فيها هو التغيير. كل شيء في الدنيا بيتغير، كل علامه في الدنيا بتمر بمراحل ups and downs. وكل شخص في حياتك هتتغير مكانته وهنلاقيته ودوره وتاثيره في حياتك. انت بقيت الشخص اللي كنت بتقول مستحيل اكون كده. الدنيا يا جماعه مش ثابته، واكتر ناس هي بتخسر في الحياه اللي بتخلي الحياه والدنيا ثابته عندهم. الناس دي اكتر هشاشه نفسيه واكتر عرضه للصدمات، لان بمنتهى البساطه الحياه عمرها ما هتتثبت. عمرك ما هتحافظ على كل العلاقات والصداقات والفلوس والشخصيات والنجاح اللي معاك. لازم يبقى عندك المرونه في انك تؤمن بان كل حاجه بتروح وتيجي مكانها وتيجي، او حتى ما جاتش بنتاقلم مع الوضع. دمها خفيفه. بشكل ظبط يمكن من سنين كنت بشتغل شغل ما بشتغلوش دلوقتي، كان في علاقات قويه جدا في حياتي ومش موجوده. بقى الدنيا هي الدنيا كده، لو اخدت الشغل، الفلوس، الصداقات، العلاقات خليتهم هم مصدر الهامك الوحيد في الحياه هتخسر كتير. ولازم تعرف ان الحياه اهم قانون فيها التغيير، فارجو ان لا تحب لاخر ولا تكره لاخر. ارجوك لا تحب للاخر ولا تكره للاخر. ولا تعشم ان في حاجه دايما الى ما لا نهايه. حاجة بقول حاجة أخيرة يا جماعة، للي سافر بره، للي راح فرنسا، أنا آسف يا جماعة أنا صوتي واصل لكل حد من سامعني؟ كل الناس سامعة؟ أوكي كده سامع؟ حلو أوي. للي سافر بره وراح فرنسا، فرنسا تحديدا، وقرر إن هو يحضر مسرحية وراح متأخر بالظبط برغم التأكيد بتاعنا النهاردة، واتأخر بالظبط دقيقة واحدة عن الحضور، اوكي ممنوع دخول، كلوز ذا دور خلاص. انت مش بس كده، انت كمان مهما بدات معاهم وما حيتش الجمهور بتاعك ولا الابطال اللي هم موجودين عندك في المسرحيه، مش هتتحط ضمن الناس اللي بيسموهم النبلاء، اللي هم بيدوا اكتر ناس دفعه في الحياه للابطال وهم طالعين المسرح. ده مش بس كده، ده هو كمان في عقاب بيعاقبك عليه. انت لو حاجز تذكره في في اي بي مثلا وقاعد في اول صفوف زي ما الساده الافاضل موجودين عندنا، انت بتتعاقب برضه عشان جيت متاخر وما بتخشش المسرحيه من وقت الدخول. لا، انت بتقعد تستنى اول فاصل، عشان كده هم بيجبروك انك تستنى الاول فاصل ده عشان تقدر تدخل. مش بس كده، انت بترجع ثلاث اربع درجات او بتنزلهم عشان تقعد في ثالث او رابع صف
زيك زي الجمهور العادي لانك ما حضرتش التحيه بتاعه الابطال قدامي النهارده. على فكره بيرجعوا له فلوس الفرق التذاكر بتاعه البي اي بي عشان ما حد بس يسال على الفلوس. قدامكم النهارده الحمد لله اربع ابطال مستنيين اكبر تحيه نسمعها منكم. ربنا يسلمك.